am Giag! Rooted number two, Kijuanisha! Avec la t-shirt bleue, representant le Maghreb, Monaco, number one, number one, Mohamed Hamisha! Number two, number two, Suhail Akhri! بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. لحظة تنطلق المباراة ما بين المنتخبين المغربي المشكل من محمد عبيشة وزهير القراوي أمام الثنائي من بوتسوانا جاك وتشيسوانيسو بتحكيم مصري يقود السيد الشربيني، وتساعده في ذلك الحكمة الثانية السرقانية من مصر الشقيقة. إذا ضربت بداية من المنتخب المغربي محمد عبيشة الدور النسائي الثاني. هنا النقطة الأولى لمصلحة اللاعب زهير القراوي، 1-0. دور النسائي الثاني على مستوى كأس أفريقيا الأمم الكرة الطائرة الشاطئية أكادير 2022. محمد عبيشة في تنفيذ الإرسال، إرسال آخر مغربي، محاولة بوتسوانية كان التصويب، تصويبة قوية من خلال لاعب تشيسوانيسو على الكرة في الشبكة من منطقة المنتخب البوتسواني. 2-0 محمد عبيشة في تنفيذ إرسال للمرة الثالثة على التوالي من أجل 3-0. إرسال ممتاز، محاولة بوتسوانية. نقطة ثالثة عبر اللاعب زهير القراوي. زهير القراوي في محاولة ناجحة، مونستر بلوك، صد هجومي مميز مغربي، والنقطة الثالثة مغربية في جولة أولى في هذا اللقاء في سكند سيمي فاينل الدور النصفي الثاني. محمد عبيشة للمرة الرابعة في تنفيذ الإرسال، إرسال ممتاز مغربي، محاولة بوتسوانية والتصويبة وكرة ناجحة. إذن المنتخب المغربي يتفوق في هذا اللقاء 4-0، 4 نقاط مقابل لا شيء. دبل تاتش، لمس مزدوج للكره من طرف المنتخب البوتسواني. ارسال اخر مغربي محمد عبيشة، فرصه بوتسوانيه، كان التسديد، التسديده، وصد ممتاز رهيب مغربي ياتي بالنقطه الخامسه. This is a big monster block for Morocco. صد هجومي رهيب مزعج مخيف لدفاع منتخب بوتسوانا، ونقطة خامسة أخرى. 5-0، بداية قوية ممتازة رائعة جدا للمنتخب المغربي. كرة مع المنتخب البوتسواني، كان التصويب، وصد آخر ممتاز وقوي ورهيب. الله عليك يا رائع يا لاعب يا كبير يا زهير يا القراوي. 6-0، ممتازة الخطة التكتيكية للمنتخب الوطني المغربي، و6-0. أي أداء هجوم مميز مغربي، 6-0. محاولة بوتسوانية، كان التصويب والتصويبة، كرة من جديد مع زهير، زهير إلى محمد، وزهير من جديد، والنقطة السابعة مغربية، 7-0. أي بداية هاته، بداية جيدة ممتازة رائعة وأداء قوي من المنتخب المغربي. أشيد بالأداء الهجومي الكبير والمميز المغربي، ثنائي كبير. نعم، أنتما أبطال أفريقيا في السنتين الماضيتين في 2019 وعام 2021. لن نتحدث عن عام 2020، عام أسود على مستوى ذلك الوباء اللعين. 7-0، نقطة أولى لمصلحة منتخب بوتسوانا، 7-1، فرق 6 نقاط، 7-1، المنتخب المغربي يتفوق في النتيجة، أداء ممتاز. أولى نقاط لمنتخب بوتسوانا، إرسال خاطئ، بار أوت، كرة إلى خارج أرضية الملعب، 8-1، أداء ممتاز للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي يتحكم في
زمام الأمور. اللاعبان المغربيان أحكما قبضتيهما بشكل ممتاز على الكرة. محاولة بوتسوانية والتصويبة قوية. سوبر سبايك فور بوتسوانا 80 مقابل 2. نشاهد الإعادة. التصويبة من اللاعب تشيسوانيسو رقم 2 على مستوى صدرية المنتخب البوتسواني صاحب الزي الأزرق السماوي. أصحاب الزي الأخضر هما متفوقان. أصحاب الزي الأخضر متفوقون في المباراة 80 مقابل 2. والنقطة التاسعة ممتازة ممتازة. التصويبة رائعة جدا. ضربة ساحقة من محمد عبيشة. هكذا سجل نقاطا في كأس أفريقيا لعام 2019 وكذلك في عام 2021 في أبوجا النيجيرية. هنا محاولة كرة لمصلحة المنتخب البوتسواني. نقطة ثالثة بوتسوانيا 9 مقابل 3 فرق 6 نقاط. اللاعبان المغربيان دون شك الحديث يدور فيما بينهما تارة وتارة أخرى. مسجل النقاط المغربية والحضور كبير على المستوى الهجومي. ونقطة ممتازة من محمد عبيشة. ثنائي متفاهم جدا، ثنائي متناسق وأداء مميز. وإن شاء الله كل التوفيق لكما في هذا اللقاء. كرة مع زهير القراوي. نفذ إرسال بشكل ممتاز. محاولة بوتسوانية. كان التسديد التسديدة قوية من لاعب تشيسوانيسو. تشيسوانيسو صاحب الصدرية رقم 2 في قميص المنتخب البوتسواني، بينما جاك صاحب الصدرية رقم 1 في منتخب بوتسوانا. 10 مقابل 4 الفارق 6 نقاط. حضور رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة بشرى أحجيج دائما تساند اللاعبين واللاعبات في المنتخب الوطني المغربي. كرة الطائرة الشاطئية. محاولة مغربية. زهير القراوي إلى عبيشة. سدد بقوة. التصويبة ولكن تم. 11 مقابل 4 7 نقاط كفارق. محاولة ناجحة من اللاعب محمد عبيشة. 7 نقاط كفارق. أرسال ممتاز مغربي. كرة مع المنتخب البوتسواني. جاك بالتصويب. تصويبة قوية من جاك والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة قوية من جاك ولكنها غير متقنة بالمرة. 13 مقابل 4 الفارق 8 نقاط لمصلحة المنتخب المغربي. اللاعبان المغربيان يدافعان بقوة عن حظوظهما للتأهل إلى المباراة النهائية، وهم مرشحان بشكل كبير جدا للفوز بكأس أفريقيا للأمم للمرة الثالثة على مستوى الرجال. فرصة ممتازة من عبيشة محمد. ممتاز محمد عبيشة، واحد بين أفضل لاعبي الكرة الطائرة الشاطئية في السنوات الثمانية الأخيرة. تصويبة قوية من محمد عبيشة. محمد عبيشة وزهير القراوي اللاعبان الجيدان الرائعان. عبيشة بتنفيذ الإرسال. كرة بوتسوانية. كان التصويب التصويبة. كرة من جديد تلعب من محمد عبيشة لكن غير محدود. عبيشة أراد إيداع الكرة في منطقة المنتخب البوتسواني. 13 مقابل 5 الفريق 8 نقاط لمصلحة الثنائي المغربي المشكل من محمد عبيشة وزهير القراوي. إرسال من اللاعب تشيسوانيسو. فرصة القراوي. عبيشة ممتازة. التصويبة رائعة جدا. لا كلام ولا نقاش في أن تصويبات اللاعب محمد عبيشة تصويبات قوية. ضربات ساحقة تصيب الهدف. ضربات ساحقة تشكل خطورة تداهم منطقة المنتخب المنافس البوتسواني. تفوق قوي وتفوق واضح وجلي. 14 مقابل 5 الإرسال لم ينفذ بشكل جيد من طرف اللاعب زهير القراوي. لا بأس، أي لاعب في الكرة الطائرة الشاطئية على مستوى الرجال سيرتكب خطأ لا محالة على مستوى تنفيذ الإرسال على الصعيد العالمي وفي أي منافسة قارية. هنا محاولة من منتخب بوتسوانا. عبيشة إلى القراوي. عبيشة عبيشة عبيشة. كرة من جديد مع منتخب بوتسوانا. كان التصويب والتصويبة وصد ممتاز. هجوم مغربي. كرة من جديد مع عبيشة إلى زهير. زهير إلى عبيشة. عبيشة
ومحاولة ممتازة مغربية تأتي من نقطة إضافية. جريت الرالي، نعم المدة الزمنية طالت لدوران الكرة في الهواء ما بين المنتخبين المغربي والبوتسواني. نقطة أخرى مغربية. Let's go Morocco to win this match. الأمام يا مغرب من أجل الفوز بهذه المباراة وتتأهل إلى المباراة النهائية. إذا المنتخب المغربي يتسيد هذا اللقاء. المنتخب المغربي سيطرته شبه ميدانية، سيطرته شبه مطلقة على مجريات المباراة طولا وعرضا بشكل قطري بشكل شعاعي. المنتخب المغربي يتقدم في هذا اللقاء. المنتخب المغربي لا يرتكب أخطاء مؤثرة على المستوى المباشر، على المستوى الغير مباشر. المنتخب المغربي تنفيذ إرساله جيد على مستوى السطح الهجومي مميز، على مستوى الاستقبال رائع جدا، استقبال الكرة الأولى القادمة من هجوم منتخب بوتسوانا رائع جدا، رائع جدا الاستقبال للاعبين المغربيين زهير القراوي ومحمد عبيجة. حتى الآن تناسق في اللعب، انسجام في اللعب، خطة تكتيكية وأداء ممتاز تقني وتحرك ممتاز على مستوى الأرجل يمينا وشمالا وعلى مستوى الخلفي وعلى المستوى الأمامي. التموضع جيد للاعبين المغربيين زهير القراوي ومحمد عبيجه. 15 مقابل 6 فرق 9 نقاط. المغرب على بعد 6 نقاط فوز بالمجموعه الاولى، والمغرب مرشح الفوز بالجوله الاولى. مشاهدينا الكرام، ارسال للاعب محمد عبيجه في ضفه الارسال. المغرب محاوله بوتسوانيه وكره ضائعه. ايس فور موروكو، ارسال مباشر مغربي. ايس فور موروكو، ارسال مباشر مغربي عبر اللاعب محمد عبيجه. النتيجة الآن 16 مقابل 6، الفرق 10 نقاط. خلاص المغرب سيفوز حتما بالجولة الأولى، لا شك ولا نقاش في أن الجولة الأولى مغربية. هنا محاولة جيدة بوتسوانية، لن يكون باستطاعة المنتخب البوتسواني إدراك التعادل، لن تدرك بوتسوانا التعادل بنسبة 400%. 16 مقابل 7، 9 نقاط كفارق. إرسال بوتسواني، محاولة مغربية، عبيشة بالتسديد، ونقطة ناجحة من محمد عبيشة. أنتما أبطال أفريقيا وإن شاء الله النصر لكما في النهائي، والنصر سيكون حليفكما في هذا النصف النهائي الثاني. نعم محاولة رائعة جدا، كرة لمصلحة منتخب بوتسوانا. الصد لم يكن جيدا يا زهير، ولكن المحاولة كانت مغربية. نقطة إضافية لمصلحة المنتخب البوتسواني، النقطة الثامنة بوتسوانية. 17 مقابل 8، الفرق 9 نقاط. نحن على الهواء مباشرة عبر القناة التلفزيونية الرياضية المغربية. إرسال خاطئ. 18 مقابل 8، الفرق 10 نقاط. خلاص الجولة الأولى مغربية 1000%. 18 مقابل 8، سيطرة ما بعدها سيطرة، وأداء مميز ما بعده أداء مميز. هنا فرصة ناجحة بوتسوانية. 18 مقابل 9، المنتخب المغربي هو الأقوى قاريا. يعني قبل بداية البطولة الكل تحدث من مهتمين ونقاد في الكرة الطائرة الشاطئية وقالوا على أن المغرب مرشح الفوز بالميدالية الذهبية في أكادير 2020 في بطولة أفريقيا. هنا تصويبة قوية، والنقطة 19 لمصلحة الثنائي المغربي محمد عبيشة وزهير القراوي. شكرا لكما على هذا الأداء المميز، على هذا الأداء الجيد. حتى الآن التفوق مغربي والسيطرة المغربية والتوازن في اللعب على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي والتقدم إلى الأمام محسوب ومضبوط بشكل ممتاز. المنتخب المغربي يقود هذا اللقاء بقيادة حكيمة، بقيادة سليمة، بقيادة جيدة، بقيادة ممتعة، بقيادة ممتازة. المنتخب المغربي يتسيد المباراة، المنتخب المغربي يستحق أن يكون متفوقا ويستحق الفوز صراحة وحقيقة بالجولة الأولى في هذا اللقاء. السيطرة المغربية والأداء ممتاز مغربي، وكل التوفيق للاعبين المغربيين محمد عبيشة وزهير القراوي. يعني في حديث كان لي مع محمد عبيشة وقال بصراحة اللاعب استوجب عليه أن يحافظ على نظامه الغذائي، واستوجب عليه كذلك الحفاظ على الطراوة البدنية، وأن يقوم بالاستعداد جيد على المستوى الشخصي وكذلك مع المنتخب. 20 مقابل 9، 11 نقطة كفارق، نقطة الفوز بالجولة الأولى. يوتيف الأيس فور موروكو.
ارسال مباشر جميل جدا. ست بوينت فور موروكو. كرة مع المنتخب البوتسواني. كان التصويب عبيشه الى زهير، زهير الى عبيشه، عبيشه عبيشه، والمنتخب المغربي ينهي المجموعه الاولى لمصلحته. تفوق مميز مغربي وسيطرة كبيرة في هذا اللقاء، ويفصل المنتخب المغربي للرجال جولة واحدة من أجل الفوز بتأشيرة مرور إلى المباراة النهائية. 12 نقطة كفارق، 21 مقابل 9. المنتخب المغربي يستحق التفوق في الجولة الأولى. أداء مبهر وأداء مميز وأداء قوي وأداء رائع. المنتخب المغربي دون شك سيحقق الانتصار في الجولة الثانية وسيفوز بوقع جولة مقابل صفر. مدينة أكادير في فصل صيفي، أجواء رائعة في الملعب، تشجيع متواصل من الجماهير المغربية، من المشجعين المغاربة للاعبيهم المغاربة محمد عبيشة وزهير القراوي. أحسن ثنائي مغربي على الإطلاق في السنوات الثمان الأخيرة، ثنائي مغربي نكن له كل الاحترام ونشهد له بالكفاءة الكبيرة وبالمستوى العالي وبالمستوى الكبير وبالأداء رفيع المستوى في منافسات كأس أفريقيا الأمم بالنسختين الماضيتين 2019 و2021. الجولة الثانية ستنطلق بعد ثوان قليلة. كل التوفيق للاعبين المغربيين. المنتخب المغربي بزي الأخضر ومنتخب بوتسوانا بزي الأزرق السماوي. الأزرق السماوي الذي يلعب به فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم. إذا الجولة الثانية ستنطلق بعد ثوان قليلة، والمرسل محمد عبيشة لمصلحة المغرب. دور نصف نهائي ثاني مشاهدينا على فاضل. إرسال جد ممتاز، محاولة بوتسوانية للتصويب، تصويبة قوية جيدة. اللاعب شيسوانيسو، شيسوانيسو يأتي بالنقطة الأولى لمنتخب بوتسوانا. بوتسوانا ملزمة بتحقيق الفوز في الجولة الثانية إن أرادت البقاء في الصراع من أجل الفوز بالمباراة والتأهل إلى الفاينل، إلى فاينل جيم. كرة مع بن عبيشة، إلى مع عبيشة وتصويبة. هنا فرصة التسديدة القوية، كرة إلى خارج الملعب. نقطة مقابل نقطة. محمد عبيشة، نقطة مقابل نقطة. محمد عبيشة وزهير القراوي، ثنائي متفائل بتأهل المباراة النهائية. كرة دائعة مغربية. دائما عندما يفوز منتخب على منتخب آخر في منافسات عالمية وقارية، دائما نجد الجولة الثانية يعني المنتخب الآخر يبحث عن الفوز، لذلك يريد أن يصعب الأمور على المنتخب الآخر. محاولة من لاعب محمد عبيشة، ومحمد عبيشة يسدد الكرة بشكل قوي ويأتي بالتعادل. نقطة الكل، ضربة قوية ساحقة مغربية تأتي بالتعادل إلى الكل. لاعبان مغربيان ياما واجه العديد من اللاعبين الفارقة، يعني صعب المهمة في الجولة الثانية على الثنائي المغربي زهير القراوي ومحمد عبيشة. هنا نقطة أخرى لمصلحة اللاعب شيسوانيسو. حتى الآن أداء ممتاز اللاعب شيسوانيسو في الجولة الثانية. 3-2 لمصلحة الثنائي البوتسواني جاكوا شيسوانيسو. يأتي الجولة الثانية، كرة مع اللاعب عبيشة، محمد عبيشة والتعادل. ممتازة عملية وضع الكرة في منطقة المنتخب البوتسواني المنافس، والتعادل 3-3. 3-3 باستطاعة الثنائي المغربي تحقيق التفوق في الجولة الثانية. تحكم في الأعصاب واللعب ببرودة أعصاب مهم جدا، وكذلك التميز في الاستماتة الدفاعية. وفرصة وناجح المحاولة من اللاعب زهير القراوي. مونستر بلوك، سقط هجوم مميز للاعب زهير القراوي. 4-3، فارق نقطة واحدة لمصلحة الثنائي المغربي. صراحة نريد منكما نقاطا أكثر،
وتسجيل التفوق على مستوى الكرات الهوائية، 4-3 على مستوى اللعب الهوائي. المنتخب المغربي قدم أداء جيدا، هنا فرصة ناجحة من لاعب شيسوانيسو، لاعب الأفضل في منتخب بوتسوان على الإطلاق منذ بداية المباراة هو اللاعب شيسوانيسو، أداؤه أفضل من لاعب جاك. 4-2 في الجولة الثانية، المغرب فاز في الجولة الأولى ب 21 نقطة مقابل 9 فارق 13 نقطة. الجولة الثانية جولة محاولة الفوز بواقعها. هنا ممتازة العملية الهجومية من محمد عبيشة، وخمسة مقابل 4 فارق نقطة واحدة. الثنائي المغربي الذي كان قد تفوق بجولتين مقابل جولة واحدة على الثنائي الجزائري دقيش وقلوش في دور الربع. هنا فرصة ناجحة من منتخب بوتسوانا، وخمسة مقابل 5 منتخب بوتسوانا الذي كان قد واجه منتخب التوغو وفاز عليه في الدور الربع. إذن كرة لمصلحة المنتخب المغربي عبر اللاعب القلاوي. نقطة سادسة لمنتخب بوتسوانا. لا بأس يا محمد عبيشة، لا بأس، لم يحصل أي شيء. 6-5 بإمكانكما الحصول على انتصار في الجولة الثانية. محاولة ناجحة ممتازة من محمد عبيشة. محمد عبيشة لاعب الذي دائما يقدم مستوى جيدا، ويعترف بصعوبة المباريات، يعترف بصعوبة منافسي المغرب على الصعيد الأفريقي، وهو الذي شارك في طوكيو في اليابان في الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية. ونقطة ناجحة من اللاعب جاك، 7-6. منتخب بوتسوانا غير من أداء تكتيكي، بدأنا نشاهد منتخبا بوتسوانيا يهجم بدراوة، يهجم بقوة ويقترب أكثر من الشبكة. يرسم اللاعب جاك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بال أوت. 7-7 المغرب تعادل مع بوتسوانا في الجولة الثانية ب7-7. عملية تغيير الأماكن، سيصبح منتخب البوتسواني من يسار إلى يمين الشاشة، بينما المنتخب المغربي بالزي الأخضر من يمين إلى يسار الشاشة سوف يحاول ربح نقاط إضافية. أعتقد يسجل المنتخب المغربي التفوق في النقطتين المقبلتين سوف يعقد الأمور على منتخب بوتسوانا. أحسن ممتاز باللاعب محمد عبيشة، فرصة منتخب بوتسوانا. لاعب شيسوانيسو يخلق متاعب كبيرة لدفاع المنتخب المغربي في الجولة الثانية. أداء متواضع للاعب شيسوانيسو في الجولة الأولى، لكن أداء قوي وجيد من اللاعب شيسوانيسو في الجولة الثانية. صاحب الإرسال شيسوانيسو نفذ إرسال، إرسال جيد، محاولة مغربية، كرة مع اللاعب محمد عبيشة، ونقطة ممتازة. محاولة جيدة، عملية وضع الكرة بشكل ممتاز في منطقة المنتخب المنافس بوتسواني. عملية رفع الكرة على الشبكة تمت بنجاح كبير، كرة مع اللاعب زهير القراوي، افتتح إرسال القراوي، إرسال جد ممتاز، محاولة بوتسواني التسديد، التسديدة، كرة ناجحة من لاعب جاك. 9-8 لمنتخب بوتسوانا. إرسال لمصلحة اللاعب جاك، رقم واحد على مستوى صدرية قميص منتخب بوتسوانا. كرة مع اللاعب عبيشة إلى زوير القلاوي، محمد سدد كرة ناجحة رائعة جدا. عملية نقل الكرة على اللاعب بوتسواني تمت بشكل ممتاز. التعادل 9-9. لو يوفق المنتخب المغربي في تسجيل النقاط يكون ذلك مفيدا جدا. ارسال من اللاعب محمد عبيشة، جاك شيسوانيسو، ونقطة لمصلحة المنتخب البوتسواني عبر اللاعب شيسوانيسو. 10-9. هذا اللاعب دائما ما
يجبر دفاع المنتخب المغربي على ارتكاب الاخطاء. شيسوانيسو افضل لاعب حتى الان في منتخب بوتسوانا. شيسوانيسو قدم اداء جيدا في الجوله الثانيه 10-9. الدور النصف النهائي الثاني مشاهدينا الكرام، فرصه من عبيشة وتصويبه قويه، سوبر سبايك فور موروكو، ضربه ساحقه من محمد عبيشة تاتي بنقطه جديده لمصلحه المنتخب المغربي والتعادل 10-10. التعادل 10-10 في جولة ثانية لا مجال لارتكاب الأخطاء. نريد النصر في الجولة الثانية، نريد التفوق بجولة مقابل صفر. هنا خطأ للمنتخب المغربي، 11-10 لمصلحة المنتخب المغربي. خطأ ضد المنتخب البوتسواني. حتى الآن منتخب بوتسوانا يبحث بشكل كبير. العمليات الهجومية يقودها اللاعب شيسوانيسو بشكل ممتاز. لاعب جاك يحاول أن ينفذ الإرسال بشكل ممتاز بشكل قوي. المنتخب المغربي صحيح أنه وجد صعوبات في الجولة الثانية، لكن هذه مسألة عادية في عالم الكرة الطائرة الشاطئية. منتخب النرويج ما شاهدناه يجد صعوبة في الجولة الثانية. منتخب قوي إلى جانب منتخب قطر على المستوى العالمي. الثنائي المغربي لبحث مستمر لا شك عن تسجيل التفوق والحصول على توسيع الفارق. كلما وسع الفارق، كلما استطاع الثنائي المغربي تسجيل النقاط، كلما صعب الامور على الثنائي البوتسواني. 11-11 التكافؤ يطبع الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام، الجولة الثانية فيها تكافؤ بين المنتخبين المغربي والبوتسواني. كرة مع اللاعب محمد عبيشة، ممتازة العملية الهجومية، ممتازة الفرصة الهجومية، ونقطة ثانية عشرة لمنتخبنا الوطني المغربي. 13-11 فارق نقطة واحدة لمصلحة المنتخب المغربي. كرة مع اللاعب محمد عبيشة، ينفذ الإرسال بشكل ممتاز. كرة ناجحة من اللاعب جاك. 13-10 التعادل ما بين المنتخبين. 13-13 صراحة المنتخب البوتسواني يلعب حاليا بشكل ممتاز في الجولة الثانية. جاك يدع الكرة بثبات كبير. 13-13 إرسال لمنتخب بوتسوانا. كرة مع اللاعب عبيشة. كرة من جديد مع منتخب بوتسوانا. تسويبة قوية. النقطة 14 لمنتخب بوتسوانا. 14-13 صار بنقطتين للمنتخب البوتسواني. منتخب الوطن المغربي عليه ان يعادل النتيجه وان يخرج التفوق في نهايه احداث المجموعه الثانيه. اذا المنتخب الوطن المغربي سيلعب كل اوراقه أجل الفوز في هذه المباراة. إذا سهيل القراوي إلى جانب اللاعب محمد عبيشة فاز باللقب الأول هناك في مابوتو في أنغولا عام 2017. اللقب الأول، اللقب الثاني عاد المغرب في عام 2019 في أبوجا هناك في نيجيريا. ميدالية برونزية في الألعاب الأفريقية الشاطئية، ميدالية فضية في عام 2019 على مستوى الألعاب الأفريقية.
وهير القلاوي متر فاصل 97 سنتيمترا، ازدادت في 8 من يوليو تموز عام 94 عمره 28 عاما، استدعى في مدينه الدار البيضاء فرصه ناجحه بوتسوانيه 15 مقابل 13 لمصلحه منتخب بوتسوانا. محمد عبيشة وليد 16 من يناير كانون الثاني عام 1980 بمدينة فاس، عمره 42 سنة، واحد من اللاعبين المجربين والمختبرين، سبق له أن فاز كذلك باللقب الأفريقي في مابوتو عام 2017 في أنغولا، كذلك في أبوجا عام 2019 في نيجيريا، ميدالية برونزية في الألعاب الأفريقية الشتائية في سال في كابو فيردي، ميدالية فضية عام 2019 في مدينة الرباط بالمغرب. محاولة بوتسوانية تصويبة قوية جدا، كرة مع المنتخب المغربي، امكانيات تعطي النتيجة والتعادل 15 للكل. الضربة الساحقة سوبر سبايك موروكو، المنتخب المغربي يحاول التقدم في النتيجة من فارق نقطتين لمصلحة منتخب بوتسوانا إلى التعادل. كرة بوتسوانية ناجحة من اللاعب جاك، 16 مقابل 15، إذن فارق نقطة واحدة. إذن المنتخب المغربي يحاول أن يجد منافذ دفاعية من أجل تصويب الكرة بشكل ممتاز. 16 لكل، فرصة بوتسوانية، كان التصويب تصويبة قوية، صدوا الدفاع، كرة من جديد مع منتخب بوتسوانا، الكرة تصل إلى اللاعب زهير القلاوي والنقطة 17، ممتازة الأداء المغربي، التفوق صار مغربي فارق نقطة واحدة. النقطة المقبلة مهمة جدا، نريد الوصول إلى النقطة 18 الملا، إلى النقطة 19 في هذه الجولة الثانية. إرسال من اللاعب زهير القلاوي، إرسال ممتاز مع المنتخب البوتسواني، فرصة للتسديد، التسديدة، هجوم جيد مغربي، والكرة من جديد ناجحة للمنتخب البوتسواني. 17 للكل، 17 للكل، التعادل لهذه الجولة الثانية. مشاهدينا الأعزاء، كل منتخب على بعد 4 نقاط من الفوز في المجموعة الثانية. إرسال بوتسواني، كرة مغربية، كلية تصويب زهير إلى محمد عبيشة، ونقطة ناجحة مغربية 18 مقابل 17، المغرب على بعد 3 نقاط، عملية تغيير الأماكن. المنتخب المغربي سوف يلعب من يسار الى يمين الشاشة، والمنتخب البوتسواني سيلعب من يمين الى يسار الشاشة. اذا المغرب على بعد 3 نقاط من الفوز في المباراة والتأهل الى المباراة النهائية. الامام يا محمد يا عبيشة، الامام يا زهير يا القلاوي، ان شاء الله تفوق لكما. هذا اللقاء ممتاز، محاولة بوتسوانية للتصويب وتصويبة، صد من اللاعب زهير القلاوي والتعادل 18 للكل. كل منتخب على بعد 3 نقاط من الفوز في الجولة الثانية. إذا نريد الحصول على نقطتين مقبلتين للثنائي المغربي، فرصة مغربية، سدد بقوة، تصويبة قوية ممتازة ناجحة، 19 مقابل 18، نقطتان فقط، نقطتان فقط من أجل الفوز بالمباراة لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. مشاهدينا الكرام، المغرب على بعد نقطتين من الظفر بنتيجة هذه المباراة. إرسال غير جيد، 19 للكل، كل منتخب على بعد نقطتين فوز مجموعة الثانية. المغرب على بعد نقطتين فوز بالمباراة، بينما بوتسوانا على بعد نقطتين فوز بالمجموعة الثانية. 19 للكل، إرسال بوتسواني، إرسال ممتاز، عبيشة إلى زهير، زهير إلى عبيشة، عبيشة
وكرة منقدة طرف منتخب بوتسوانا. عبيشة إلى زهير، زهير إلى عبيشة، وتصويبة قوية ممتازة، 20-19. هذه كرة الفوز بالمباراة. ماتش بوينت فور موروكو، ماتش بوينت فور موروكو. بال دو سيت، بال دو ماتش فور الماروك. نقطة الفوز بالمباراة، هذه نقطة حاسمة الأمام يا محمد عبيشة من أجل تنفيذ إرسال مباشر بما يعرف بالأيس. محمد عبيشة تنفيذ إرسال ولكن خاطئ. 20 الكل، التعادل. المنتخب على بعد نقطتين فوز بالجولة الثانية. إرسال بوتسواني، زهير إلى عبيشة، عبيشة إلى زهير، زهير نقطة ممتازة ونقطة الفوز بالمباراة للمرة الثانية في هذه الجولة الثانية. 21-20. آلي ماروك إلى أمام يا مغرب. زهير القراوي، إرسال جد ممتاز، محاولة بوتسوانية للتسديد وتسديدة، تدخل دفاعي من محمد عبيشة والتعادل. 21 الكل. آخر فترات المباراة على ما يبدو بالنسبة للمغرب، آخر فترات هذه الجولة الثانية. 21 الكل، أتمنى فوز المنتخب المغربي بالجولة الثانية. إرسال بوتسواني، إرسال بوتسواني، كنا مع عبيشة إلى زهير، زهير إلى عبيشة، عبيشة نقطة 22 لمصلحة منتخب بوتسوان، نقطة الفوز في الجولة الثانية لمنتخب بوتسوان. على اللاعبين المغربيين تعديل النتيجة، تعادل بات لزمع المنتخب المغربي. إرسال منتخب بوتسوانا، زهير إلى عبيشة، والتعادل 22 الكل. مباراة فيها تشويق كبير على مستوى الجولة الثانية، ودية وتشويق وإثارة في الجولة الثانية. 22 الكل، كل منتخب يود الفوز بالمجموعة الثانية، فوز المغرب يعني فوزه بالمباراة. واقع جولتين دون رد، كرة بوتسوانية، كان التصويب، التصويبة قوية، دفاع جد ممتاز، وكرة ضائعة مغربية. 23-22، فارق نقطة واحدة لمصلحة المنتخب البوتسواني. نقطة الفوز الجولة الثانية للمنتخب البوتسواني. إرسال لبوتسوانا، كرة مع اللاعب عبيشة إلى زهير، عبيشة، عبيشة، كرة مع عبيشة من جديد، التصويبة ممتازة من اللاعب زهير القراوي. و 23 الكل، سوبر سبايك فور موروكو، ضربة ساحقة قوية مغربية. 23 الكل، إرسال جد ممتاز مغربي، كرة مع المنتخب بوتسواني، كرة التصويب، تصويبة، السط لم يكن جيدا بالنسبة لزهير القراوي. 24-23، استمرار كبير للمنتخب البوتسواني على الفوز بالجولة الثانية، استمرار كبير للمنتخب المغربي للفوز بالجولة الثانية والمباراة. إرسال لمنتخب بوتسوانا، كرة فوز بالجولة الثانية لبوتسوانا، كرة مع اللاعب عبيشة إلى زهير، زهير إلى عبيشة، عبيشة، تصويبة قوية والتعادل. 24 الكل، طالت مدتك الزمنية يا جولة يا ثانية. إرسال مغربي من محمد عبيشة، إن شاء الله يكون جيدا. إرسال جد ممتاز مغربي مع المنتخب بوتسواني، كان التصويب لبوتسوانا ومنقذ الكرة من عبيشة، ومرة أخرى مع عبيشة، فتلعب من المنتخب البوتسواني مع زهير القراوي، وتصويبة قوية والنقطة 25 القراوي، زهير يصوب كرة قوية، نقطة الفوز بالمباراة والتأهل إلى المباراة النهائية. بال دو ماتش بوغ لو ماروك،
كرة المباراة. بال دو ماتش بوغ لو ماروك. نقطة الفوز بالمباراة. نريد إرسالا قويا مباشرا ناجحا متقنا دقيقا يا محمد يا عبيشة. نريد إرسالا جيدا ونقطة جيدة مغربية. ممتاز محاولة بوتسواني كان التصويب والتصويبة والتعادل من جديد. 25 الكل. هذا اللاعب شيسوانيسو سجل نقاطا كثيرة لمنتخب بوتسواني. قلت لكم سابقا أن هذا اللاعب هو أفضل لاعب في منتخب بوتسوانا في هذا اللقاء. جاك نفذ إرسال حول مغربية. كان التصويب عبيشة تصويبة قوية. 26 مقابل 25 نقطة الفوز بالمباراة لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. سوبر سبايك فور موروكو. ضربة ساحقة مغربية أطلسية رائعة جدا. إذا بات لزاما على الثنائي المغربي تسجيل التفوق في الإرسال المقبل المغربي. سهير القداوي إرسال ممتاز محاولة بوتسوانية كان التسديد وتسديدة قوية يصدها عبيشة. زهير لعبيشة عبيشة كرة من جديد القداوي والتعادل. 26 للكل. جولة ثانية مشوقة مثيرة فيها ندية قوية من الطرفين من الثنائي المغربي ومن الثنائي البوتسواني. كل ثنائي يود ربح هذه الجولة الثانية. إرسال لبوتسوانا. انتقى صفر اللاعب جاك. تحكيم جيد من السيد الشربيني الحكم المصري. إذن 26 للكل. 26 للكل وإرسال آخر لبوتسوانا. نفذ إرسال عبيشة إلى قداوي ونقطة ناجحة مغربية. 27 مقابل 26. مرة أخرى كرة الفوز بالمباراة للمنتخب الوطني المغربي المشكل من الثنائي محمد عبيشة رقم واحد وزهير القداوي رقم اثنين أمام الثنائي البوتسواني جاكوا شوا وشيسوانيسو. فرصة سوبة قوية عبيشة إلى زهير. زهير لعبيشة. عبيشة سدد ونهاية المباراة. ألف ألف مبروك مليون مبروك للفوز بالمباراة بواقع جولتين مقابل صفر. 21 مقابل 9 و 28 مقابل 26. أداء مميز لأبطال أفريقيا في مناسبتين. المنتخب الوطني المغربي تقدم إلى أمام وسجل نقطة الفوز بالمباراة. موروكو إن ذا فاينل. المغرب في المباراة النهائية. المغرب من أجل نيل الميدالية الذهبية يوم الغد في اليوم الأول من شهر أغسطس من عام 2022. ألف مبروك المغرب لوصوله إلى مباراة نهائية بعد فوزه على ثنائي البوتسواني جاكوا شيسوانيسو. كل التوفيق للثنائي المغربي محمد عبيشة وزهير القداوي في المباراة النهائية. مشاهدينا الكرام كان معكم بتعليق أحداث المباراة وصفكم الرياضي ومعلقكم الرياضي زهير رامي. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.